معيب بحق لبنان انه الدولة الوحيدة بالمنطقة العربية اللي ما عندها سيدة وزيرة. بثلاثين وزير على الاقل لازم يكون في 25% من السيدات. جاي التعيينات ايضا يجب أن نعطي أفضلية للمرأة. من عاصمة القرار جاءها الدعم من رأس الدولة اللبنانية، هي التي لطالما شعرت أن دورها محدود ومهمش في كثير من الأحيان. إنها المرأة اللبنانية التي وبالرغم من كل ذلك بقيت مصرة على إبراز دورها على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي. كلام الرئيس ميشيل سليمان أعطاها الدفع إلى الأمام وبدلها بمثابة خشبة خلاص يعيد دورها المجدي في مجتمع يطغى عليه التمثيل الذكوري. بقول لرئيس الجمهورية كبرت قلبنا ورفعت رأسنا لأنه كنا نحن كتير خجلانين حتى بمحيطنا على الطريقة اللبنانية، فخامته ما نام على الضيم، وهيدا شيء بيرضينا كتير لأنه يوم اللي تألفت الحكومة نحن كتير كنا عارفين وأكيدين أنه كان عم بيوحي فخامة الرئيس للجميع أنه سموا مرأة. الأحراج يلي وقع فيه فخامته وكتار وقعوا فيه غيره من المصلحين يلي بيريدوا وجود المرأة هي الآلية المتبعة مؤخرا بمنطقنا السلبي السياسي، يعني أصبحت كل كتلة أو كل فئة أو كل حزب بيسمي ممثلينه بالحكومة، ما عاد الرئيس ورئيس الوزارة هن يلي بيختاروا الوزراء وبيتوافق عليهم. حصول المرأة على حقها في التمثيل بشكل عادل في الحكومة وفي المجلس النيابي وفي الإدارات طموحات تصبو إليها السيدة اللبنانية في بلد ديمقراطي. مين قال إنه بيسوى نضلنا عم نتبع قانون انتخابي يعود إلى الستينات؟ إن كان نسبية وإن كان دائرة فردية وإن كان أكترية، نحن نطالب بالإصلاح، وموقع المرأة والمشاركة في القرار هو أيضا طلب إصلاحي للبلد. معالي وزير الداخلية بحب أتوجه له أنه هيديك المرة بالاجتماع اللي عمله بيقول أنه بالقانون الجديد ما بيعود في حاجة للكوتا، نحن نصر على الكوتا إصرار مثل دايما وإلى الأبد، ومن بعدها نترك الكفاءة تاخذ حدودها. وباسم كل الجمعيات النسائية وجهت إرسلان كلمة أرادتها من القلب إلى المرأة اللبنانية. بحب أقول للمرأة اللبنانية كفاكي خجلا وتراجعا، قدمي لقدام وعلي صوتك، مسؤوليتك مثل ما مسؤوليتك تجاه ولدك وبيتك وعائلتك مسؤوليتك تجاه وطنك لا تقل. الأم تصنع الأمة وهي نصف المجتمع، ولها الحق في أن تشارك الرجل في المجالات كافة، خصوصا وأنها برهنت عن تفوق وجدارة إن كان في الوظائف الخاصة أو في الوظائف العامة.